موجز أخبار المؤسسة، حياكم الله. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل السيد حسن حسين أحد ضحايا البعث المقبور. النائلي رحب بالضحية وأشاد بموقفه في المحكمة الجنائية العراقية حين أدلى بشهادته وفضح جرائم الطاغية وأزلامه، وعلى أثره أمر المقبور بقطع يده ووشم جباهه مع مجموعة من الشباب واغتيال شقيقه في أواسط التسعينات. من جانبه ثمن السيد حسن جهود المؤسسة ورئيسها في إنصاف الشرائح المضحية. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل السيدة أمل داخل عطية جودة، أخت الشهيد كريم داخل عطية جودة من ضحايا النظام البائد. النائلي أشاد بتضحية الشهداء وعوائلهم التي قدمت الغالي والنفيس لأجل رفع كلمة الحق في فترة النظام البعثي المظلمة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى جاهدة لإبراز دور الشهداء واستحصال كافة حقوق عوائلهم. ومن جانبها أهدت السيدة أمل راية أبا الفضل عباس عليه السلام للسيد النائلي. برعاية رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، شعبة سلامة اللغة العربية تقيم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك على قاعة الشهيد أبي مهدي المهندس. المدير العام في المؤسسة أيوب قاسم ألقى كلمة بالمناسبة تحث خلالها عن اللغة العربية وسلامتها وأهمية الحفاظ عليها وضرورة الحفاظ على مفرداتها من اللغات واللهجات الدخيلة لحمايتها. برعاية وزير الدفاع ثابت العباسي وبإشراف الأمين العام وبمتابعة دائرة التقاعد العسكري وبالتنسيق مع مؤسسة الشهداء، وانطلاقا من شعار ذوي الشهداء أمانة في أعناقنا، أقامت دائرة التقاعد العسكري الحفل التأبيني لتوزيع مبالغ الرواتب المتراكمة المستحقة لعوائل الشهداء المعدومين في زمن النظام البائد، بحضور نائب رئيس المؤسسة يوسف عبد الجبار رهيف وعضو مجلس النواب خالد الأسدي. الشعبة المالية في مديرية شهداء البصرة توزع عدداً من الصكوك عن المبالغ المتبقية للحجاج عن العامين 2022 و2023 لذوي الشهداء الذين اكتملت معاملاتهم ضمن شروط الصرف التي وضعتها المؤسسة وشملت نصف المبلغ، وبواقع 49 صك لحجاج عام 2022 و85 صك لحجاج 2023. هذا ما أدلى به مسؤول لجنة الصرف في المديرية. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.